حلوه دي. بس بما ان اللي بعد التن بما ان كابتن شريف فضيل موجود وبما ان الكابتن هاني رمزي طبعا ايقونه خط الدفاع، اكيد يعني محتاجين نعرف راي حضراتكم في صفقه بدر بنون، لان البعض حاول يقلل من الصفقه دي، فاعتقد اكتر اثنين ممكن يفيدونا عن رايهم في صفقه بدر بنون تحديدا فنيا. خلينا نتكلم. طبعا احنا بدر بنون من اللعيبه المميزه جدا جدا، ودايما ولازم الناس تعرف ان خط الدفاع دوت او السردباكين بمعنى اصح لازم تكون في مواصفات مختلفه ما بين الاثنين اللي بيلعبوا جنب بعض. يمكن اهم ميزه، وكان يمكن معانا الدكتور احمد ثابت في فقره مميزه جدا جدا هنا في البيت الكبير، ولغه الارقام ولغه الحسابات ولغه الفنيات بتقول ان هي صفقه ان شاء الله صفقه على مستوى عالي جدا. بدر بنون بيتميز بجزئيه ممكن ما تكونش متواجده في سرد باكين النادي الاهلي، يعني متميز بنوع من انواع انك بتبني هجمه من تحت بشكل افضل شويه، تمريراته اذا كانت طوليه او قصيره على مستوى عالي جدا، عنده نوع من انواع الطول شويه طويل بيلعب بدماغه بشكل كبير جدا، ويمكن دي مميزات بجانب طبعا سرعته بشكل مميز. دي جوانب مش هقول لك مش موجوده مثلا في ياسر ابراهيم، لكن جزء كبير منها بيتواجد في بدر بنون. بدر بنون اضافه ان شاء الله للنادي الاهلي، واهم حاجه كمان ان بيبني من تحت، ودي سياسه موسيماني، يعني طريقه لعب موسيماني بتتسم انك لازم الظاهرين او لازم السردباكين يبنوا من تحت بشكل كويس، ممكن يقطع الكوره ويسلمها بشكل افضل. وكمان من مميزاته عشان تكونوا عارفين انه حوالي 85% من التحاماته الارضيه بيكسبها بدون فاول، يعني من غير ما يعمل اخطاء، فده رقم هايل جدا. كل اللي نتمناه ان شاء الله انها تكون صفقة إن شاء الله على المستوى المطلوب ويكون إضافة للنادي الأهلي. إن شاء الله يا كابتن هاني، كنا طبعا حابين نوضح وجهة نظرك لأنك أكيد طبعا أيقونة في المركز ده. أوكي. وطبعا بنشكر كابتن شريف عفضيل. كابتن شريف وشه حلو. طبعا الهدف بتاع دور ال 16 في كأس مصر القنبلة دي، نتمنى إن شاء الله بإذن الله يكون في لاعب في الأهلي عنده نفس الثقة اللي تخليه في مباراة زي دي يقدر يسدد تصويبة تاريخية. اعتقد عايشه هي اللقطه الخالده الكابتن شريف عبد الفضيل دايما بنفتكره بيها، وان شاء الله يكون وشها حلو علينا باذن الله يا رب.